المشاهدات والمشاهدين، مساء الخير على الجميع، ونتمنى انكم كلكم تكونوا طيبين وبخير في ظل ازدياد حالات جائحة كورونا. مرحبا بكم في حلقتنا الثانية من برنامج نضالهن، وحلقتنا الليلة بعنوان المسكوت عنه. هنفتح فيها واحدة من القضايا المهمة جدا وازدادت الحالات فيها بسبب جائحة كورونا، اللي هي الليلة نحن هنتكلم عن قضية العنف ضد المرأة، واحدة من القضايا الممكن تكون هي قضايا محورية وطويلة جدا، بالرغم من التدابير واجتهادات الدول لكن ماشى في تزايد. حنتكلم عن العنف القائم على النوع، بنركز على العنف الأسري لأنه الحالة بتاعت العنف في تزايد على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. والتحية لجيشنا الأبيض، خط دفاعنا الأول من أجل سلامتنا، وهم بيواجهوا مختلف أشكال العنف. برضو بحيي كل النساء النازحات واللاجئات القاعدات يواجهن العنف بشكل دائم وبشكل يومي، والتحية لكل العاملات اللي بيشتغلوا في أسوأ الظروف بدون وسائل بتاعة وقاية وحماية. طيب برحب أيضا بضيفاتي، معنا أستاذة سليمة إسحاق المديرة العامة لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الرعاية الاجتماعية، ومعنا ضيفتنا الدكتورة حلا محمد عبد الله عبر الأقمار الصناعية. مرحبا بكم جميعا. نشاهد تقرير دج راجعين. ثورة 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 ثورة. العنف ضد المرأة هو سلوك عنيف متعمد موجه نحو المرأة، ويأخذ عدة أشكال سواء كانت معنوية أو جسدية. وحسب تعريف الأمم المتحدة، فإن العنف ضد المرأة هو السلوك الممارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبية الجنسية، مما يؤدي إلى معاناة وأذى يلحق المرأة في الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية، ويعد التهديد بأي شكل من الأشكال والحرمان والحد من حرية المرأة في حياتها الخاصة أو العامة من ممارسات العنف ضد المرأة. إن العنف ضد المرأة انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله، لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة. والعنف ضد المرأة لا يعرف ثقافة أو ديانة أو بلدا أو طبقة اجتماعية بعينها، بل هو ظاهرة عامة، ويشمل العنف ضد المرأة الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب الزوجي وقتل النساء، إضافة إلى المضايقات الجنسية والاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال والزواج القسري والتحرش في الشوارع والملاحقة الإلكترونية، ويضاف إليه الإتجار بالبشر والعبودية والاستغلال الجنسي، إضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الطفلات. تعتبر عدم المساواة بين الجنسين في التربية هي أكثر ما يغذي ثقافة العنف الموجه ضد المرأة. ما هي الإحصائيات في السودان؟ وكيف يتمظهر هذا العنف في مجتمعنا؟ وكيف نتخلص منه ونعيش مجتمعا خاليا من العنف بكافة أشكاله؟ رجعنا لكم ثاني ومرحب بكم. مرحب أستاذة سليمة إسحاق. مرحب بكم، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وربنا يزيل البلاء وينتهي الوباء ونقدر يعني ترجع الحياة قليلا إلى طبيعتها. طيب أستاذة سليمة مرحب بكي، وحنبدأ في البداية، ممكن تعرفينا بالوحدة؟ طيب الوحدة أصلا هي كانت يعني هي تدرجت كده في كذا حاجة، تكونت 2005 نحن ذاتنا المكان، وتكونت الوحدة كنا في دارفور. الوحدة كانت جوع من الرد بتاع النظام السابق للادعاءات لها انها هي بترتكب جرائم جنسية ضد النساء كوسيلة بتاعت حرب. فكان في الوقت ده قام كون الوحدة دي، يعني قامت تتكونت، ده التاريخ حقها. لكن بعد ذاك بقت عندها مانديت، لانه طبعا كان النظام السابق برضو كان عايز يمشي في السياق بتاع انه يكون ماشي مع النظام الدولي ويقلل المشاكل اللي عليه ويقلل الحياة اللي عليه، فعمل institutions مختلفة يعني تخليه يقدر يرد أو يقدر يرد على الاتهامات. فهي كانت تابعة أول شيء لعدة حاجات، مرة كانت تابعة لوزارة العدل، ثانية كانت تابعة لمجلس الوزراء، أخيرا تبعت لوزارة الضمان الاجتماعي كان اسمها، بعد ذاك هسه هي طبعا تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. طيب اللي هو كان في ظل النظام البائد، دايرين نعرف الوحدة وأهدافها بعد الثورة.
المانديت حق الوحدة عموما مانديت عالمي، يعني ما مانديت معمول مصنوع لحاجة. طيب معلش يا استاذة سليمة، لانه نحن يعني بيشاهدونا كل المواطنين والمواطنات، فانت ممكن توضح لهم بشكل اوضح؟ لا اوضح لك، انت ما تصبر لي يا خدي. طيب الوحدة عندها مانديت معين، عندها حاجات مفترض تعملها، اهداف معينة وكده. هي الوحدة ما بتقدم خدمات مباشرة، هي بتشتغل على السياسات، بتشتغل على التشريعات، بتشتغل علينا يكون عندنا السودان مثلا عندها تقريرهم العام عن العنف ضد المرأة والأشكال وكده، ولازم يكون عندهم يعني في لأنه دي جزء من الحياة الحقوقية والحياة المفترض يكونوا مسؤولين عنها. الوحدة لها برضو علاقة بأنها هي تقلل المستوى حق العنف من خلال مثلا أنها تتدخل في الشغل المجتمعي، في التوعية، في الإعلام، عندها الشكل الرقابي في قصة كيف انك انت بتقدم الخدمات للعنف ضد المرأة. الشكل الرقابي ده بيجيها من شنو؟ بيجيها من انها هي عندها اجازت في 17 فبراير اللي فات وثيقة تحت الاجراءات القياسية المشتركة في انك كيف تقدم الخدمات في حالات العنف النوعي، كويس؟ اللي هي الوثيقة دي بتوريك انت اذا بتقدم خدمة صحية بتعملها كيف؟ اذا بتقدم خدمة صحية. سليمة حنجي في النقطة بتاعت العنف النوعي، ممكن شرح مبسط عن فكرة عنف نوعي شنو؟ ايوه، هو العنف المبني على النوع انه عنف مورس على شخص بسبب نوعه الاجتماعي. اللي هي ما طبعا اذا يقول النوع البيولوجي اللي هو ذكر انثى، لكن النوع الاجتماعي اللي هو الجندر او المعروف بالجندر انه هو اذا كانت رجل او امراه. الرجل عنده الوضع الاجتماعي المعين يعني عشان كده مثلا بيختلف من المرأة في حاجات، يعني عندهم احتياجات مختلفة، عندهم مسؤوليات مختلفة، عندهم حاجات مختلفة، لكن ده وضعهم الاجتماعي في المجتمع. لكن احنا بنركز دائما على النساء لانه هم اللي بيكتر عليهم العنف القائم على النوع بسبب انهم نساء او فتيات صغيرات بيقوم بيكون بمورس عليهم، بتمارس عليهم مختلف انواع العنف المختلفه. okay. اللي هي بتبدا من سليمة. حنقف هنا، حنرحب معانا دكتوره حلا محمد عبد الله عبر الاغمار الصناعيه. مرحبا بك دكتوره حلا. اهلا يا مرحبا. كيف حالك؟ تمام. كيف حالك؟ تمام. دكتوره حلا، ونحن الليله في حلقتنا بعنوان المسكوت عنه بنتكلم عن واحده من اهم القضايا المجتمعيه. مسكوت عنها ممكن يكون في العديد من دول العالم وكمان في السودان. بنتكلم عن العنف المبني على النوع وحنركز فيها على العنف الأسري. مرحبا بك معنا. كيف أحوالكم؟ من هنا أنا بحيي كل الشعب السوداني وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يطلعنا من موضوع الكورونا ده بالسلامة إن شاء الله، ونعيد يعني كلنا طيبين. بس الأهم من كده إنه الناس تلتزم التوجيهات، لانه الموضوع ده جاد يعني، وما عايزين نصل لمرحله انه زول يموت قدامنا وما نقدر نعمل له حاجه. يعني زي ما تابعتي معانا يا دكتوره حلا في التقرير، في التقرير كان في تعريفات للعنف، فممكن تبدي لنا بانواع العنف او لما أيوه. نتكلم نقول في اشكال انواع بتاعه عنف مختلفه بنعني شنو؟ لما نقول انه في انواع عنف مختلفه نحن بنتكلم عن عدة أشكال من العنف. أول هو العنف اللفظي اللي هو ممكن تتعرض له البت، خصوصا إنه إحنا في الحلقة بنتكلم عن عنف ضد المرأة يعني بيزكلي. فإحنا بنكون قاصدين إنه أي كلام ممكن يترتب عليه إنه يلحق الأذى بين المرأة البنت أو أي زول. لما نتكلم عن العنف اللفظي، العنف اللفظي في حالة المرأة بنقدر نقول إنه أي كلمة جارحة يعني ممكن تسمعها في البيت، في الشارع، في المسرح، في أي حتة، يعني أي كلمة ممكن تتقال ممكن تأذيها نفسيا يعني، وإن كانت مشاغلة يعني. الزول ممكن يقول للبيت في الشارع أنت جميلة وأنت لطيفة أو يا أختي سامحة، لكن في طرق عشان الزول يعبر بيها عن رأيه تجاه البيت بتكون يعني مؤذية، واحنا قاعد نسمعها في الشارع مما نطلع من البيت لحد ما نجي راجعين. طيب يا دكتورة حلا، انت بديتي بالعنف اللفظي، ممكن تعرفين على الانواع الاخرى بتاعت العنف؟ ايوه، في العنف الجسدي. العنف الجسدي ده هو اي شكل من اشكال القوة او اي سلوك مادي ممكن انت تعمله او تمارسه على المرأة من شان انه يؤذيها نفسيا او يحتمل انه يؤذيها نفسيا، يعني زي الضرب،
الكتل بسبب ذريعة الشرف، ودي عندنا طبعا في السودان كثير، وبقول انه البنت انتحرت يعني. فأي أذى جسدي ممكن تتعرض له المرأة بسبب الجندر بتاعها لمجرد انها هي مرأة بس في مجتمعنا السوداني هو عنف جسدي. في العنف الجنسي وطبعا ده أشكاله كثيرة. نبدأ من أكبر حادثة العنف الجنسي يعني كانت في الفترة الأخيرة دي، اللي هي حادثة الاعتصام والاغتصابات اللي حصلت للبنات. ده عنف جنسي ومرفوض تماما، لأنه أجساد النساء ما ساحات للمعارك. النساء منتجات، النساء قادرات، النساء قادرين تماما إنه يشاركوا مشاركة سياسية، غير إنه يكونوا بس أداة عشان يزرعوا بها الخوف. والعنف ده ممنهج يعني. طيب يا دكتورة حلا، في المواصلات بتلاقي التحرش بأشكاله في المواصلات، دكتورة حلا الأطفال، أي حاجة ممكن. وفي حاجات دي عندها طبعا آثار جانبية يعني، أمراض. طيب حنجي للآثار يا دكتورة حلا. معانا أستاذة سليمة من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة. أستاذة سليمة، إحنا أنا في البداية تكلمت إنه نحن حنتكلم عن العنف، ودكتورة حلا ذكرت لنا أنواع مختلفة للعنف. طيب أنا عايزاكي تشرحي شنو يعني عنف أسري؟ هي دائما في أسئلة. امبارح أنا بديت باستبيان صغير كده، فكان دائما الشابات بيقول لي بنعرف عنف جنسي جسدي، لكن يعني شنو عنف أسري؟ هو أي عنف بيحصل في محيط الأسرة، اللي هو استخدام القوة، ونفس نفس تعريف العنف القائم على النوع، اللي هو الزول بيستخدم القوة في إيذاء. الإيذاء ممكن يكون أشكاله مختلفة. نفس العنف ده بيكون هو إيذاء الإنسان، سواء كان نفسيا، لفظيا، جسديا، أو بالإهمال. يعني هو برضه في عنف اسمه الإهمال، لأنك أنت تهمل وما تلقى لك رعاية، زي ما لو أقدر عنف الأطفال، إنه برضه ممكن الإهمال بيعرضك لأعمال حياة عنف ثانية. فدي كلها أنواع العنف الأسري. في العنف الأسري من الشريك الحميم اللي هو من الزوج، ممكن يكون فيه برضو الأذى الجسدي، فيه الأذى النفسي، فيه الحرمان الاقتصادي. برضو في الأسرة برضو بيكون فيها كده العنف الاقتصادي، أو المنع والحرمان من التعليم مثلا. وبيجي برضو فيه العنف بتاع الشريك الحميم، اللي هو الاغتصاب الزوجي. يعني ممكن تشرحي شوية عن الاغتصاب الزوجي؟ يعني دي أشكاله كثيرة جدا جدا، وعنده يعني هو موجود في كل العالم، ما خاص بالسودان بس. إنه يعني الأساس حق الزواج شنو؟ مش حاجة اسمها مودة ورحمة، صح؟ أو الشراكة. أو الشراكة، ما هي المودة والرحمة دي بتجيب إنك أنت بتخلي الأمور الحميمية دي بتخليها حاجة طبيعية. لما تكون ما في مودة ولا في رحمة، وتكون في حميمية بالغصبانية يعني، دي بتكون اغتصاب زوجي. في نساء كثيرات بتعرضوا له، وبيكون في النهاية المآلات حقته النفسية والجسدية عليهم سيئة جدا جدا. ومتى كانت الشراكة دي افتقدت قصة المودة والرحمة والحاجة اللي بتخليهم يعيشوا مع بعض، هي بتفتقد الحاجة الأساسية اللي بتخليهم يكونوا قاعدين مع بعض. طيب يا أستاذة سليمة، حنرجع لدكتورة حلا. دكتورة حلا، طيب انت بديتي تكلمتي شرحتي الأنواع بتاعت العنف. طيب شنو الأسباب اللي بتخلي شخص إنه يكون عنيف مع شخص تاني؟ أو شنو الدافع اللي بيخليني أنا أكون زول عنيفة؟ طيب الدوافع طبعا كثيرة، وكويس إحنا إنه نحنا هنستعرضها هسا، لأنه إحنا من الأسباب بننتقل لما العمل. السبب ده نحنا مفترض ننهيه. طيب أسباب العنف، في أسباب اقتصادية مثلا، زي الحاجة كان عاملها النظام القديم في إنه هو كرس لنظم اجتماعية واقتصادية وسياسية. وفي هنا أنا بقول اقتصادية، كرس المجتمع وكرس سياساته بكل أشكاله، لأنه يمارس العنف الاقتصادي ضد المرأة. يعني بمعنى إنه ممكن تشتغل في حتات معينة، الترقيات للمانجيريانس ليفل بتكون للجندر الثاني الذكور، الأجر ممكن يكون مختلف من منك لزميلك وإن كنتوا في نفس الوظيفة. العنف الاقتصادي تاني جزء منه إنه يمنعوا البنات من إنه مثلا يتزوجوا من عوائل تانية، خوفا من إنه تنتقل الثروة لعائلة تانية، أو يجبروا البنات على التنازل عن حقوقهم الاقتصادية في الميراث. طيب يا دكتورة، الواحدة عرست دكتورة حلا، حنمشي لنقطة تانية. أيوة. انت بديتي
التسريدي في الانواع، وبعدها جينا للفكره بتاعت انه تاثيراته الاقتصاديه والاجتماعيه. طيب هل البيئه عندها علاقه بالمساله بتاعت العنف؟ ايوه ايوه ايوه، في البيئه مهمه. يعني مثلا في اسباب بيئيه كثيره، مثلا العنف الحسي بيمارس ضد النساء في دارفور، ده سببه يعني انه النساء ما قادرين يستقروا في حتات معينه، سكنات يعني ثابته، منازل، استقرار. البيئه لو حوالين اي بني ادم، يعني حتى لو ما المراه ذاتها، البيئه حوالين اي بني ادم بتاثر على مقدرته على الانتاج والتطور والتعليم. فالاستقرار البيئي هو مهم يعني. ونحن كنساء برضو محتاجين يعني انه في تربالات، في نساء تربالات يعني، فالزحف الصحراوي اثر عليهم واثر على استقرارهم النفسي واستقرارهم في بيئاتهم اللي بينتجوا فيها، بالتالي الاستقرار الاقتصادي للبلد كلها يعني. ثاني في الاسباب اللي عندها علاقه بالاعلام، وسائل الاعلام المملوكه للدوله مفترض تكرس جهود كبيره جدا في الفتره الجايه عشان تقضي على العنف ضد المراه او كل اشكال التمييز بناء على الجندر. طيب يا دكتوره حلا خليك معانا، حنرجع لاستاذه سليمه واجيك راجعين ثاني. استاذه سليمه، دكتوره حلا بدات تشرح لنا الجانب الاقتصادي الاجتماعي. طيب من مجال الاختصاص او من مجال عمل الوحده، شنو الاثار النفسيه للمساله بتاعت العنف؟ شوفي، ما هو الحاجه العالميه، البروتوكول العالمي والاقليمي نحن ملتزمين به وملتزمين بحاجاته كلها، هي موجهات، في موجهات عموما لمساله التعامل مع مسألة الى العنف وكذا. والاثار النفسيه معروفه، انه انت مثلا العنف بنعتبر نحن حدث صادم، اي عنف من الانواع دي بنعتبره حدث صادم عنده اثار ومآلاته النفسيه سيئه، اللي هي ممكن تسبب لي الاكتئاب، ممكن تسبب لي القلق، ممكن تسبب لي اي امراض واضطرابات نفسيه، ممكن تؤدي للانتحار. في عزله مجتمعيه بتحصل للمعنفات اصلا، العزله دي بتكون من الناس يا من الاسره، لانه اذا هي بالذات فكرت تطلب المساعده، يا من المجتمع نفسه. يعني المجتمع بالذات في العنف الجنسي مثلا بيعزلوها من المجتمع. وفي العنف المنزلي في مشكله، فيه ازيد في انك انت في ستيغما كبيره، يعني في وصمه كبيره في العنف المنزلي. المحتوى البيئي اللي ما قالته الاستاذه حلا، دكتور حلا، البيئه ذاتها اللي حولك بتاثر على نوع العنف اللي انت بتلاقيه. في عنف بيكون في مناطق بيكون العنف فيها مقبول، لو حتى هو حاجه طبيعيه. بقول لك النسوان كلهم بدقهم، الرجال كلهم بدقوا النسوان، فيها شو يعني؟ دي ما اول مره يعني. في بتكون في بتبقى بعد ذاك في سوشيال نورم او حاجه مجتمعيه زي مقبوله كده، حتى لو هي سيئه جدا، لكن في مجتمع معين انت تتكلمي عنها كشخص داير توريهم او توجههم، لازم تعرف المحتوى البيئي حقهم. يعني هل بالنسبه لهم الحاجه دي تعتبر عنف ولا سيئه ولا كده؟ يعني قصه البنات يشيلوا قروشهم وميراثهم دي، في كثير من حتات كثيره في السودان يفتكروها ده تصرف طبيعي جدا جدا، انه الاخ مثلا دي مربوطه بالبيئه الثقافيه. الاخ عادي يشيل الميراث حق البنات، والبنات ما بدهم حاجه لانه يعني رجالهم بيكون عندهم رجال يزوجوهم لهم وخلاص. فانت لازم عشان تجي تقول هو يصنف عنف، لكن في البيئه بيكون انت عشان تقدر تفهم الناس انه ده عنف لازم تقوم تجيب لهم حاجات من بيئتهم. المآلات النفسية والصحية، هو العنف ده مسألة بتاعت أول شيء انتهاك حقوق الإنسان، ومسألة بتاعت صحة عامة. زي ما حس الوباء، اجتياح الوباء ده جزء من مشاكل الصحة العامة لكل البلدان. العنف المبني على النوع هو مشكلة صحة عامة، لأنه عنده مآلاته على الصحية ومآلاته النفسية، وبيخلي المرأة دي ما بتخليها هي يعني في بالذات في الدول حقتنا دي الركيزة الاقتصادية عليها كبيرة كإنسان منتج. طيب يا أستاذة سليمة، في النقطة بتاعت الجائحة بتاعت كورونا، اللي هي الإحصائيات العالمية في تزايد بشكل مخيف جدا، أيوة. تفتكري شنو الأسباب اللي بتخلي الناس إنه ممكن هي تكون دي فترة إنه الناس تكون قاعدة فيها، فشنو السبب اللي خلى إنه العنف المنزلي تحديدا يزيد في الفترة دي؟ شوفي، الأسرة إذا فيها مشكلة، إذا ما في يعني طريقة يكون في مساعدات، ما عندهم مثلا وسيلة حق التأقلم، ما عندهم وسائل حق حاجات كثيرة، وإذا أصلا في مشكلة بتتفاقم في الفترة دي. الفترة حق الناس قاعدين فيها، أول شيء الناس ذات وضعهم النفسي ما تمام. ليه؟ نحن هسي الآن في أزمة، في طوارئ، العالم كله في طوارئ، كويس؟ وضع الطوارئ بخليك دائما أنت في الحتة بتاعت الانتظار، بذات حاجة أنت ما عارف شنو. نحن ما عارفين المرض شنو،
يعني المرض حسي بيقى معروف قليلا، كل يوم تظهر له أشكال جديدة، كل يوم تظهر حقائق عنه جديدة، كل يوم تظهر أشكال انتقال. يعني في الأول لما بدأ أشكال انتقال كانت معروفة شنو، بعد ذاك زادت الحاجات بتاعتها، بعد ذاك بيقوا الناس في خوف، بعد ذاك مثلا الناس هنا ما كانوا مصدقين، بعد ذاك بقت في أعداد متزايدة، في خوف أصلا. الوضع بتاع الأسرة أصلا موضوع في إنه هم في قلق متزايد، ما عارفين بكرة حيحصل شنو، ما عارفين إنه ممكن منو حيموت، هم في وضع ما طبيعي أصلا. عشان كده إذا في مشكلة أكثر بيتفاقم. تمام. طيب أستاذة سليمة حنمشي فاصل. أوكي. نجي راجعين. رجعنا تاني، برحب بكم مرة تانية، وبرحب بضيفاتي دكتورة حلا عبد الله محمد وأستاذة سليمة إسحاق، وتحياتنا للفريق العامل من داخل الاستوديو. دكتورة حلا، طيب يا دكتورة حلا، نحن بدينا اتكلمنا عن الأنواع والأشكال بتاعت العنف وعلاقة البيئة. هل العنف ده قاعد يحصل لفئة محددة أو طبقة محددة من المجتمع؟ هو طبعا العنف أشكاله بتختلف من طبقة لطبقة، يعني ممكن العنف في الطبقات الأرستقراطية يعني يبقى عبارة عن إنه زواج عوائل، يعني زواج العوائل اللي قاعد يكون في الطبقات الأرستقراطية ده ممكن يكون جزء منه عنف ضد المرأة، يعني لأنه زولة ما بتقدر تختار شريك حياتها، بيختاروه الوالدين الاثنين من الأسرة الكبيرة عشان يضمنوا إنه نقل الميراث او الاموال يكون في حته محصوره، يعني فده نوع من العنف. في الطبقات المتوسطه ممكن يعني يكون العنف ضد المراه انه تضطر، يعني مثلا زي ما بنقول هسه البنات كلهم بيكونوا دارين يعرسوا مغترب السعوديه او السايق البرادو، يعني باعتبار انه هو اللي بيقدر يوفر لها قروش اكثر، فالواحده بتدخل فاكتورز ثانيه في معايير اختيارها لشريك حياتها. فلو بقى زولة قادرة تصرف على روحها مثلا، ما فبيكون الاختيار هو اختيار حر، يعني تختار الزول الكويس اللي ما حيضربها ال 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 في طبقات مثلا، او ممكن نلقى في حتات تانية العنف عبارة عن انه اصلا ما بيسألوا البنت انت عاوزة تتزوجي ده ولا ده، يعني شابع ممكن يكون عمره 11 سنة بتلعب في الشارع ويقولوا لا عقدنا ليك، يعني او يكون انه ابوها داير من زول قروش فيقرر انه يعرس له بنته مثلا، يعني فالموضوع بيختلف، لكن في النهايه في عنف، وان كان يعني في حتات بيكون اخف او الناس بيكون ما واعيين به وعاملين له ماسكين بطريقه كويسه، لكن بيكون واضح جدا يعني العنف ضد المراه. يعني مثلا ستات الشاي، الكشات اللي بتجي لستات الشاي ده نوع من العنف الاقتصادي اللي احنا مفترض نقيف فيه، يعني زولة طلعت من بيتها الساعة 5 صباحا أو 4 ونص صباحا والناس نايمة عشان تشتغل، وبتجي الكشة والحاجات يعني تشيل لها حاجاتها، فده نوع من العنف واضح يعني. ففي كل الطبقات في عنف. طيب يا في دكتورة حلا، لكن هل الوعي بالعنف دكتورة اتكلمتي عن المسألة الطبقية. أيوة خديجة. طيب هل المسألة بتاعت التعليم عندها أثر على مسألة العنف دي؟ أيوة. لو ومن هنا انا دايره اوصل رساله واضحه يعني للناس المسؤولين في التعليم، انه المناهج لازم تحتوي في كل المراحل الاساس والثانوي والجامعات على قدر من الثقافه اللي بيسمح لنا، سواء كانت الثقافه الجنسيه او ثقافه تعليم المراه بحقوقها. يعني فالبنت لو اتعلمت مما هي صغيره هي حقوقها 1 2 3 4 اللي هو ده كان ما في المناهج اللي كان بيرعاها النظام البائد زي ما تكلمنا عن وسائل الاعلام، يعني لو بقى في تعليم قادر يوضح فكره انه النساء مخورات وفي 1 2 3 4 بنعملهم عشان نواجه الضغط. طيب يا دكتوره حلا حارجع لك ثاني، الوحده لما تبقى في سيتويشن بتاع قهر بتعرف روحها، يعني حارجع لك.
طيب استاذة سليمة، عندك تعقيب على النقطة دي؟ مسألة بتاعت انه اذا انا متعلمة هل ده بأثر؟ هي تكلمت على المسألة بتاعت الطبقات بشكل. شوفي، اذا انت متمكنة، سواء كنت متعلمة ولا عندك تمكين اقتصادي ولا كده، ده ممكن يساعد في انك انت يقلل نسبة انه يحصل لك عنف. لكن عموما العنف ده بيحصل في كل الطبقات، في كل الطبقات المختلفة، بكل وسائل التعليم. بتلقي ممكن أسرة بسيطة، تعليمهم بسيط، حياتهم بسيطة، لكن الفكرة حقت عنف يحصل فيها ما مستوعبة، ما موجودة. لكن بتيجي تلقي كمية من العنف، بالذات العنف الزوجي ده اللي هو في بتلقي وسط الطبقات، مفترض تكون متعلمة مستنيرة، بيمارسوه ذاته ناس، يعني عندنا نسب زي دي كثيرة جدا، بيمارسوه ذاته ناس متعلمين، أسر التجربة يعني بتاعت عندها الأحفاد، القصة حقت السمعة حقت الكده الكده الكده، فبتيجي تلقي مثلا يعني يقوم مثلا الزوج ما في أسباب معينة، بتيجي دي أنا بتخوفني جدا. دي إحنا حتى لما تجيني زمان كان في ال في ال في, ال في التروما، لما تجيني زولة زي دي بكون خايفة عليها، لانه ما في سبب يبرر حتى الضرب. يعني ما انت لازم طيب ما في تبريرات. استاذه حلا عندها مداخله في القصه بتاعت العنف المؤسسي، اتفضلي يا دكتوره حلا. العنف المؤسسي انا ممكن اتكلم هنا في الاول في نص عايز اقراه ان شاء الله يكون بس منه نقدر نطلع بحاجه كويسه. قال لك يعتبر التحرش الجنسي نوع من العنصرية الجنسية التي تخرق الفقرة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، ويجرم قانون الحقوق المدنية لهذا العام على رؤساء العمل التمييز العنصري ضد موظفيهم بناء على الجنس أو العرق أو اللون أو البلد الأصلي أو الدين. فعندنا تجربة بتاعت إنه مثلا في بتذكر المشكلة بتاعت قاسم بدري بتاعت الأحفاد، كان في كثير من البنات بيقولوا ما يضربنا فما هو زي ابونا، يعني فما في حاجه بتخلي زول يعني خايف عليك، سواء كان ابوك او زوجك او مديرك في الشغل مثلا او مديرتك في الشغل تمارس عليك العنف لمجرد انه خايف عليك. ما في كلام زي ده كلام بيتقال بس عشان يعمل ماسكينج ويغطي الفكره الاساسيه بتاعت العنف. الزول خايف عليك ما بيضربك، الزول خايف عليك ما بيهينك، الزول خايف عليك بيدعمك عشان تكون زول كويس، الزول خايف عليك بيحميك من مشاكل المجتمع، مش بيستخدم المجتمع عشان يبرر لعنفه. يعني فالعنف اللي بيمارسوه الآباء أو الأزواج أو الرؤساء في الشغل أو قاسم بدري مثلا، يعني ده عنف ما مبرر، يعني وإن كان البنات راضين بيه يعني، فده نوع من الدينايل منهم بس والإنكار الحقيقة. يعني ده عنف يعني ما في أي اثنين ثلاثة. ف واحد تاني من أسباب العنف أنا عاوز أتكلم عنه إنه المرأة نفسها، يعني جزء كبير من النساء بيبرروا للعنف، ومن هنا ده أرسل رسالة لحبوباتنا الطيبات وأمهاتنا إنه يعني الختان نوع من أنواع العنف ضد البنات، ويعرسوا لها ودعمها نوع من أنواع العنف ضد النساء. فنحن بشيل تجربتهم دي، ونحن مهتمين جدا عشان إنه نعرف الكيفية اللي هم قدروا يرعوا بها الثقافة السودانية وعلاقات الانتاج وتطوير النموذج السوداني لحد ما وصل لنا. احنا مهتمين جدا نعرف الكيفيه دي يعني، وحنشيل النموذج بتاع امهاتنا وحبوباتنا، النموذج الكويس. انا لما اقول النموذج بقول النموذج طيب الكويس. طيب يا دكتوره حلا، حنرجع لك كل العادات يعني والتقاليد الكعبه اللي مشاهنا ظهر النساء يعني، ونطوره عشان بناتنا يجوا يطوروه، ونحن اوريدي متاخرين. حنرجع يعني لك يا دكتوره حلا ثاني. فالمراه هي ذاتها سبب من اسباب ظهر المراه للاسف الشديد. انا كنت بسمع بنات متعلمات مثقفات يعني بيقولوا انه يعني مثلا الراجل دقاه ما خايف عليه. حنرجع لك يا دكتوره حلا. استاذه سليمة، يكون حاجه مؤذيه التعقيب بتاع القبول. هي ضربت نوع بالعنف المؤسسي للحادث بتاع قاسم بدري. طيب شنو اللي بيخليني انه انا اقبل انه بغض النظر عن التبريرات؟ طيب انت ما قلت المحتوى البيئي، المحتوى البيئي ده هو اللي بيخليك بيكون عندك قبول لحاجات كويس. في الحاجه يعني مثلا العنف كنت بتكلم عنه قبل شويه حق العنف الزوجي، هو بيجي بصالحها، بيجي برر لها. هي بتكون شايفه زول متعلم ما ممكن يعمل الحاجه دي، هي متعلمه هي قويه، هو ما متصور حاجه زي تحصل لها، بيزيد عندها الوصمه. لكن هو بيجي يفهمها انه والله الحاجه دي عملها عشان محبه او انت السبب، شكله حلو، بيحاول يفهمها، يدخلها في فورم حق انك انت السبب اللي بتوجهي لي العنف ده، بتخليني طيب معلش يا استاذه سليمة، انا في نقطه محدده تكلمنا عن العنف المؤسسي،
الأسرة عندها أبعاد اللي هي مسألة العيب، القصص تحت الحبة، وبعد التربية ذات التربية، لكن تحديدا بنتكلم عن العنف المؤسسي. الكيس بتاع أول حالة بتاع جامعة الأحفاد قاسم بدري بيعتبر عنف، تعليقك على على الحادثة اللي حصلت، وإنه شنو اللي بيخلي زولا هي متعلمة واعية في مؤسسة تعليمية تكون تدافع باستماتة عن الحصل. طيب الحادثة اللي حصلت كانت مؤسفة وهي ما حاجة كويسة، هي ده عنف كويس. انا ما حقدر اتكلم عنه كله، انا كنت حاضره يعني، انا اقدر كنت حاضره الحاجه عشان اقدر اعرف كل الحياه اللي حصلت كويس. كان في فوضى شديده، انت في الفوضى الشديده ما تقدر تعرف كل الابعاد حقت الحاجه اللي حصلت. لكن القصه حقت القبول زي ما قلت لك، دي بسبب التربيه والنشاه والمجتمع اللي انت فيه والموجود فيه والمجتمع اللي حولك. يعني اذا انت مثلا في البيت بالنسبه لك، معلش يا استاذه سليمة، طيب نحن اذا انا قلت في فوضى اللي هي ده بيبقى بعد ذاك مبرر لانه انا خليني اقبل العنف؟ لا ما بقبلك، ما بتخليك تقبل العنف، ما هي ما يبقى تبرير انه مساله القبول لانه لا. كان في فوضى. لا انا ما ببرر ولا القبول عشان هو فوضى. القبول عشان قلت لك النشأة بيجي منها الزول، الوضع اللي هو موجود فيه، المجتمع اللي هو عايش فيه، الاسباب اللي بتخليك بيتعاين لحاجات كثيره مختلفه. لكن ده احنا حنرجع للنقطه دي، حنمشي نسمع افاده من الاستاذ المحامي احمد صبير ونجي راجعين. فيما يخص العنف في القوانين السودانيه، العنف المبني على اساس النوع، طبعا للاسف هي القوانين السودانيه تاريخيا ما كان قاعد يكون فيها مواد عقابيه بتعاقب على العنف القائم على اساس النوع او التمييز عموما. يعني ما كان عندنا قوانين بتحارب التمييز، سواء كان تمييز عنصري ولا غايم على اساس النوع ولا على اساس الدين او اللون او غيره. فعندنا قصور كبير في القوانين السودانيه انها هي ما بتجرم العنف القائم على اساس النوع. وكلنا لاحظنا في الفتره الاخيره كميه العنف بدات تظهر بشكل اكبر في السوشيال ميديا في غيره، الصور اللي بدات تظهر، البلاغات اللي بدات تتحرك كذا. القانون للأسف هو ما يعني غاصر عن إنه هو يلبي الحاجة دي. حالات العنف المنزلي ماشية في زيادة مضطردة، وبرضو بنلقى رغم إنه يعني وحدة محاربة العنف ضد المرأة هي ما قصرت وعملت الخط الساخن لتلقي البلاغات، لكن استيل أنا بفتكر إنه هو غاصر، لأنه الحالات بتاعت العنف المنزلي غالبا بيكون الضحية اتعرضت فيها لتعذيب واتعرضت فيها لضرب واحتجاز غير مشروع، فما بكون في تحرك من الشرطة لتخليص الضحية دي من الاحتجاز غير المشروع ده. دي الحاجة اللي يفترض تحصل عشان الناجية ديل أو الضحايا ديل يكونوا في وضع آمن. الحاجة الثانية بفتكر انه ان احنا بنتمنى، لكن انا ما شايف انه في ارادة حقيقية من الدولة في انها هي تمشي في الحتة بتاعت الاصلاح القانوني وانتاج قوانين تجرم العنف القائم على اساس النوع. سليمة او استاذ احمد صبير يتكلم عن الارادة السياسية والمسألة بتاعت القوانين، عندك اي تعليق على النقطه؟ اوش التحيه لاحمد صبير وزملائه كلهم، لان احنا بنشتغل سوا سنين عشان نحاول نلقى قليل من العداله اللي هي تحايل عديل كده على القانون، وتحايل بحاجات كثيره جدا، وشغل مجتمعي مرهق جدا جدا لانه ما في سند قانوني. بعض الاشياء العنف، انواع العنف تحدث للنساء عندها موجوده في القانون الجنائي، يعني حالات الاغتصاب، حالات القتل يعني، ولا حالات الاذى الجسيم، ولكن ما العنف المنزلي ده بالذات التعامل بتاعه بيتعاملوا معه كأسرة وإصلاح ذات البين والقصص زي دي، وما بيتعاملوا معه باستهتار جدا كبير جدا جدا إنه ده حاجة حاصلة في المنزل. حتى العنف المرات فيه أذى جسيم، بيكون الحياة فيه ما واضحة وما فيها، ما بتلقى العدالة المرة. طيب يا أستاذ سليمة، المسألة بتاعت العدالة دي حتخلينا ننتقل للمسألة بتاعت الوحدة. كبين أنت بديتي عرفتينا بالوحدة، طيب شنو الخدمات اللي قاعد تقدمها الوحدة؟ أول شيء نحن بنصادق على كل التشريعات الدولية، والحد بنجهز للمصادقة على كل التشريعات الدولية اللي هي خاصة بالعنف ضد المرأة كويس؟ بنساعد يعني الأجهزة الدولة المختلفة،
ثاني شيء بنعمل على قصة التشريعات والقوانين والحاجات اللي بتغير اللي المفترض يحصل فيه وكذا. وثانيا يعني بيكون عندنا حملات إعلامية مفترض تكون بتساعد على إنه تغيير النظرة دي لمسألة العنف ضد المرأة ووجوده في الـ في الـ في الـ في الـ يكون موجود في حتى في التعليم، يكون موجود حتى في الشغل حق الطلاب الطوعي، يكون في يعني. طيب يا استاذ سليم، ده بمستوى التشريعات. انا بالنسبه لي العنف انا كمواطنه شنو الخدمات اللي بتقدمها لي الوحده؟ يعني انا حستفيد منها بشكل مباشر؟ طيب زي ما قلت لك، الوحده حاجه مؤسسيه بتصدر قوانين وتشريعات، اكثر حاجه بالذات الاتحاديه وولائياتهم مثلا بيقدموا خدمات معينه، لكن هي بتقدم خدمات مباشره للنساء. الحاجة الوحيدة اللي عملناها كخدمة مباشرة هسه هي الخطوط الساخنة دي، عشان أول حاجة إحنا عارفين الناس محتاجين مساندة نفسية قدر شنو، بالذات في الحياة الزي دي. تاني شيء فكرنا في إنه والله دي فرصة لنساء كتير ساكتات زمن طويل جدا جدا، يلقوا فرصة يتكلموا عن الحاجة حصلت لهم. في ناس بيحكوا عن أحجاز قديمة جدا جدا، لكن أنا عارفة هي أثر النفسي بتكون قاعد للإنسان قدر شنو وبتمنع. طيب ممكن تورينا كيف الإجراءات اللي بتتم في التبليغ؟ طيب عشان نقدر نعمل حاجة زي دي أصلاً وإحنا ما عندنا سند قانوني، عملنا شو؟ قمنا عملنا لجنة فنية، عملت لجنة فنية فيها ناس مختلفين فيها، وعملنا مع الوحدة حماية الأسرة والطفل. ليه حماية الأسرة والطفل؟ لأنه دول الوحيدين الكادر العدل المدرب، الكادر الشرطي المدرب في إنهم يتعامل مع حالات حقت عنف نوعي بأشكال مختلفة، لأنه تدريبهم مختلف، طريقتهم في تعاملهم مع الأطفال مختلفة. فانا ما عندي وقت ادرب شرطه خاصه للنساء هسه، لكن الوقت اللي عندي هسه انا بقدر اعمله اني استخدم الموارد اصلا موجوده عندي. وحده حمايه الاسره والطفل بتقدر تستخدم تستقبل البلاغات دي كويس وتتعامل معها بشكل افضل، لانه انا عارفه انه القانون لوحده ما كفايه، لكن طريقه انفاذ القانون دي هل هي بتحترم النساء؟ هل هي ما فيها الهيمنه؟ طيب ما خلصت استاذه سليمة من مداخله استاذ احمد سبير، وهو عنده خبره طويله جدا في القصه بتاعت العنف دي. واضح جدا انه اصلا في مشكله في القوانين، مثلا عندنا التجارب بتاعت قانون الاحوال الشخصيه اللي هي بيقول لك تجيب شاهد وكذا. طيب انا لما اقوم ابلغ يعني، وفي تجارب بتاعت شابات الفتره اللي فاتت حكوا تجاربهم مع التبليغ، طيب بمجرد ما انا ابلغ او هم مفروض منه يبلغ يعني؟ نحن كل يوم بنحاول نعزز مع اللجنة العليا، بنقدم لهم في توصيات مهمة جدا نعزز فيها الإجراءات اللي ممكن تقوم بتحمي الناس في الطوارئ، بما إنه نحن لسه ما عندنا سند قانون، لكن حسي بصدد إنه نكتب قانون أو هو حتى يعني تقريبا خلص قانون خاص للعنف المنزلي في الطوارئ دي، عشان نحن نقدر نمنع المشاكل اللي بتحصل، لأنه في النهاية نحن حنبقى في 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 مسألة بتاعت صحة خطيرة جدا جدا. الناس طيب سياحة معلش يا استاذة سليمة، إذا اتكلمنا على الطوارئ، هل هو قانون لفترة بس في الفترة بتاعت الجائحة بتاعت كورونا، ولا نحن الوحدة دي حتشتغل على قانون لتجريم العنف الأسري زي بقية الدول في الإقليم؟ لازم نجرم العنف الأسري، ما عندنا طريقة، القانون ده ذاته بجرمه والقانون حنشتغل عليه ويكون دائم لازم يجرمه. نحن ملزمين بإنفاذ كل الحاجات اللي جات في الإجازة حقت الخطة الوطنية لإنفاذ القرار 1325 بتاع مجلس الأمن. المرأة والأمن والسلام، نحن متأخرين 20 سنة كويس، اللي هو عمل 2000 كويس. واحدة من الحاجات الأساسية فيه تجريم العنف المنزلي، والتجارب الإقليمية جنبنا، يعني ما حنجيب حاجة جديدة. التجارب الإقليمية في السعودية، في الأردن، في دول خليجية تانية، العنف المنزلي مجرم ولازم يجرم، لأنه دائما بيطلع فيه العنف المنزلي لأنه ما فيه شاهد. اللي بيحدث في أوضة النوم حيكون أنا هنا ده داير لي شهود، ما حيكون عندي شهود، ما عندنا. طيب أستاذة سليمة دكتورة حلا عندها مداخلة معنا وبنرجع لك ثاني. دكتورة حلا تفضلي. أنا بتفق مع أستاذ سليمة إنه القوانين موجودة، وقد تكون الحكومة السودانية يعني وقعت الحكومة البائدة مثلا وقعت على قوانين دي لمجرد إيشوز سياسية، لكن وجود القوانين ما بيعني بالضرورة إنه القوانين دي في زول أصلا عارف بيها أو هي قاعدة تطبق. نحن عندنا قوانين، عندنا قوانين متفقين مع المجتمع الدولي كله على قوانين إنه بتنص على انه العنف ضد المرأة غلط، غلط، الكلام ده كله موجود، لكن اي حاجة من غير ما يبقى في لها تطبيق ما عندها معنى، دائما الممارسات تسبق النظرية. وزي ما قال استاذ سليمة نحن متأخرين. دكتورة حلا نحن غبنا عن العالم، غياب قصري دام 30 سنة، محتاجين يعني نبدأ، احنا متأخرين، محتاجين دكتورة حلا نشتغل يعني. نحن في خواتيم الحلقة ممكن تشاركينا أيوة. تجربتك اللي حصلت لك واحدة من حالات العنف في العمل؟
ايوه انا شخصيا يعني اتفصلت من شركه قريب يعني، وكانت سبب الفصل يعني انه انا كان انه انا اديت سلوك كعب. لكن انا في رايي انه السبب الاساسي انه الزول اللي كانت مديرتي كان عندها معي مشكله فكريه يعني، اختلاف فكري، فاستخدمت سلطتها باعتبار انه السلطه بتديها الحق في انه هي تفصلني، او الزول اللي عنده السلطه هو صوته بيستمع يعني. فالاختلافات الايديولوجيه ما محلها بيئات العمل، الاختلافات طيب الايديولوجيه ما محلها بيئات العمل يعني. دكتوره حلا بشكرك جدا لمشاركتك معنا في العمل يعني. بشكرك جدا يا دكتوره حلا في مشاركتك أيوة. معنا في الحلقه. طيب استاذه سليمة، اقول حاجه اخيره يا خديجه. اتفضلي. عاوزة أوصل رسائل أخيرة لو في لها مساحة في آخر الحلقة، ولا أقول ممكن بشكل سريع يعني تدينا رسالة واحدة. أيوة أنا عندي رسائل إنه نحن متأخرين، إنه نضع المشاكل الشخصية جانبا في كل المؤسسات النسوية ونبدأ نشتغل، لأنه في بيت هسي ممكن تختم بكرة يعني، مثلا إحنا هنا بنتشاكل. نستفيد من التجارب الإقليمية ونخلق صلات قوية جدا مع المناضلات الإقليميات. السلام حتى تعود النازحات لأراضيهن، لأنه الاستقرار البيئي مهم عشان التعليم، الإعلام، الإنتاج. اللي بخاف عليك ما بيعنفك. نحن مشكلتنا ما ضد الرجل أبدا، الرجل جزء من ضحايا المجتمع زينا. شكرا يا دكتورة حلا، الرسائل بتاعتك وصلت. حنرجع لأستاذة سليمة. النشاط والحقوقيات. أستاذة سليمة. شكرا يا دكتورة حلا، حنرجع لأستاذة سليمة. طيب أستاذة سليمة، اللي هي تكلمنا عن الخدمات اللي بتقدمها الوحدة والوصول في السودان. كلنا شاهدنا الثلاثة حوادث اللي حصلت، الحادثة تحت الحاجة المؤسفة جدا، الزول اللي قطع زوجها بالسيف وقطع صابعينها. في شابة تاني انتشرت صورة انها واجهت عنف من زوج اختها. طيب شنو مسؤولية الوحدة تجاه دي الحالتين؟ وفي حالة ثالثة بتاعت شابة اسرتها محتجزة، وهي وفي حالات كثيرة جدا جاتنا للبرنامج، لكن حفاظا على الخصوصية بتاعتهم والسرية بتاعتهم، ولأنه لحد الليلة نحن ما عندنا قانون بجرم، فعشان كده ما حنقدر نشارك أو هم يكونوا جزء من الحلقة. طبعا الحماية هي الأساس، المعلومة ما هي المشكلة، هي الحماية هي الأساس. في ناس نحن متواصلين معهم يعني، شابة بالذات اللي حصلت لها الحادثة المؤسفة الأخير متواصلين معهم. في حاجات حتمشي على النائب العام عشان احنا لازم يكون في حمايه واضحه، لانه اجراء ذاته القانوني كان ما افتكر كان صحيح شديد اللي حصل. في حالات الناس ما وصلت لها لسه، اللي ما لقت القانون، ما لقت عنوان معين، وجاري حس البحث عن العناوين والبحث عن حاجات، لانه العنوان انا بهمني عشان انا لما اجي ابلغ عن حاجه زي بس. معلش يا استاذ سليمة، انا كزول حاصل لي عنف، وحتى في نساء بين احنا عشرنا لانهم هم ما حاسين بعنف، لكن مثلا زي ثلاثة حالات اللي طلعت للراي العام، يعني فكرتي انه انا بس ابلغ، التبليغ ده انا دايره مقابله خدمه تجيني، فده السؤال او دي الحاجه اللي احنا محتاجين نعرفها. صح. نحن ليه متعاونين مع الوحدات حمايه الاسره والطفل؟ عشان هم عندهم برقم بتاع بلاغات وبيبلغوا طوال كده. احنا عايزين حق التبليغ يعني، انا حسي ممكن ابلغ عن زول، لكن برضه بكون عايزه منه بيانات. ومرات انت لما تتكلم في المسانده النفسيه حتى الاسم ممكن ما تدي صح، ومن حقك ما تديني اسمك، اوكي ما في مشكله، ما تديني عنواني. حاجه اخيره بالعنوان وبالاضافه لتوفير الخدمات، في مجهودات كثيره جدا من المجتمع المدني، ومثلا على سبيل المثال الدور اللي قاعد بيلعبه مركز سيما، هل في اي اتجاه من الوحده انها تتعاون مع المجتمع المدني لانه اقلاها توفر ماوى للمعنفات او للناجيات؟ في جاري في تعاون اكيد مع المجتمع المدني يعني، اساسا الاجراءات القياسيه دي بيعملوها كل المجتمع المدني، نحن هم ننفذ، المجتمع المدني هو اللي بينفذ حاجات كثيره، احنا بننفذها مباشره. نحن اكثر حاجه بنعمل بنعمل الجزء حقنا حق تصدر القوانين، تعمل المعايير، تخط الحياه كيف الناس بيعملوها، لكن هو اللي بينفذ في النهايه يعني. المساله حقت الدور الايواء دي برضه حاجه طلبناها، نحن ما درنا تكون دور ايواء عاديه، لازم تكون محميه من النيابه، لانه انا ما بضمن ابدا المعنف دائما عنده مشكله حقت انه بيمشي حول الناجيه.
لانه مرات الاجراء القانوني اذا انا ما بضمن حمايه اخر تعمل. حاجه يا استاذه سليمان 200 بستخدم كلمه معنفه و200 ناجيه. قبل ما اقول لك دي لازم اوريكي انه انت مثلا انا ما بقدر اذا الاجراء القانوني ما في حمايه كفايه الاجراء القانوني قد يضر بالناجي اكثر مما او يعرضها لعنف اكبر لانه الناس بيكون عندها ردود افعال غاضبه بالذات الاسر ما قاعد تساند ابدا الموضوع القانوني ده ودي الحاجه اللي احنا دايرين لها توعيه انك انت لازم تمشي على القانون مهما يكون لانه ده بيحفظ الحق اتليست ولازم نوضح للناجيه بالتندي انه احنا معاه ما ممكن نخليها تمشي كده تساكت عشان احنا ما قبلانين او لانها فضيحه وبودين المحاكم شنو والاقسام شنو الناس لسه قاعده تتعامل مع الحاجات دي بالطريقه دي المعنفه الناجية دي نحن بنقول ناجية ليه لما نجي اشتغل في الشغل النفسي عشان كده انا ما بقدر لسه بقسم اللي هي كشكل بتاع دعم نفسي دعم نفسي لانك انت ما انتهيتي مهما حصل لك انت عندك القرار سليمة بشكرك جدا جزيل الشكر على انك كنت ضيفتنا في الحلقة اوكي شكرا لكم طيب بشكركم جميعا ونحن الليلة فتحنا نفاجات لنساء بيصرخوا بيتألموا في صمت شكرا لكم كلكم شكرا للناس اللي ساعدتنا في اعداد الحلقه وشكرا للفريق العامل من داخل الاستوديو حنتلاقى في الحلقه الجايه وابقوا طيبين